السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اغنني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك. طبعا شايفين قدامكم ان البطتين راقدين في مكان واحد، فانا دلوقتي هحاول ان انا انقلها انقل البوكسه دي جنب الطبق واشوف كده هيرقدوا في نفس المكان ولا ايه، يعني حد فيهم هيتنازل ويقوم يرقد في البوكسه ديت ولا لا. والله المستعان يا حبايبي، بقى ادعوا لنا. بصوا حبايبي، يعني اول ما يحسوا باي حاجه يقوموا ينطوا ويبهدلوا الدنيا ويكسروا البيض، يعني بيخافوا لان اول مره يرقدوا. بصوا حبايبي، دي النتايه ديت اللي هي ام البط كله، فيكمن ان هي بيضة قبل كده ورقدة ومطلعة كذا مرة، فما تفزعتش وخرجت زي ولادها. ولادها طبعا خرجوا. انا نقلت البوكسة دي هنا تمام، اللي هي كانت محطوطة في الركن ده، والقفص ده اللي هو كان هنا اللي انا كنت بحط فيه بيض الفراخ، انا جبته الناحية دي بحيث تبقى كل الاقفاص جنب بعضها علشان في واحدة تانية لسه بتبيض. بس انا كده غيرت الفرشة اللي موجودة في السبب وهحط تبن. المفروض ان انا احط التبن ده بعد ما يخلصوا بيض، بس انا مش مشكلة هحطه برضو، وبرضو يعني هجيب الرش ورش. يعني انا قلت ايه، هغير الفرشة بالمرة طالما انا طلعت واحط تبن جديد، وان شاء الله هنزل برضو ايه اجيب الرش ورش. انا هحط هنا بيض البط، البيض بتاعي، بيض الفراخ، معلش، بيض الفراخ هحطه هنا لعل وعسى البطاية التانية اللي بتبيض تيجي تكمل بيض هنا. طبعا دي خافت وخرجت. بصوا الام بقى، لان هي رقده قبل كده وبيضه قبل كده، اول ما خافتش مني جت. بصوا حبايبي، انا قلت اخد من تحتها شويه قش من الابيض ده احطه هنا عشان حتى لما تدخل النتايه تلاقي ريحتها في القش ده فتستسلم وترقد. فهي طبعا خافت برضو. ايه، هاكل برضو الحمام لحد ما ربنا يهدي البط كده يدخل، وكل ده لسه بره يعني خايفين برضو يخش، فقلت اكل الحمام كمان قبل ما ربنا ييسر ويخش. ادعوا لي حبايبي. انت عارفين الفرد الابيض ده انا حطاله بيض فراخ، ادعوا لي ادعوا لي كده ان شاء الله ربنا يكرمني فيه ويطلع. انا حطاله بالطير. انا قلت بقى انا كده كده هستنى لما اشوف البطه هيعمل ايه، يدخل يرقد ولا هيعمل ايه، ولا كل واحدة هيتخانقوا مع بعض على البيض اللي في الطبق. قلت عبال ما اشوف لو ما يدخلوا اكسب وقته ان انا احط الفراخ والبط ده ياكلوا هما كمان يفطروا يعني، وربنا ييسر ان شاء الله. الارنبة حبايبي زي ما هي، والله انا نفسي افرحكم، نفسي افرحكم، يعني هي نفسي يكون عندها جديد علشان افرحكم يعني. بس يلا خير، احنا يعني اتفقنا مع بعض ان كل شيء رزق. بصوا حبايبي، انا مش عايزه افتح بقى الباب على البط تاني، بس انا عايزه اقولكم بصوا لما التلاته دخلوا اهو، اللي كانت راقده في الوش ديت قعدت في مكانها اهي. انا بقى بصور لكم من السقف، والسوده ديت اتمسكت بالطبق وفضلت قاعده فيه، والبيضه دي بقى انا مجهزه لها البوكسه ديت وحاطط لها شويه ريش من اللي هي كانت كتاه، قلت علشان يبقى ريحتها في المكان فتستسلم وتقعد. انا مطمنه لان البيض اللي انا حطيته لها ده كله جديد، يعني محدش قعد عليه قبل كده، فمهما تفضل قاعده كده وواقفه عادي، انا مش خايفه على البيض. اهم حاجه البيض اللي جوه، البطايه السوداء رقدت عليه، ده اهم حاجه بالنسبه لي. طب انا بصوا حبايبي، انا عايزه اقول لكم ان اللي انا عملته ده اصلا من الاساس كان غلط. ليه؟ المفروض كل نتايه يبقى لها عشه مستقله، وطول النهار بنبقى موربين لها الباب، هي بقى حابه تدخل تبيض بتدخل بالراحه، بتبيض وبتخرج تعيش حياتها بره، تاكل وتشرب لحد ما تخلص البيض بتاعها، وبعد كده بتكت ريش، وبعد كده نقفل عليها وما ندخلش حاجه عليها ولا نخرج حاجه من عندها، وتفضل قاعده براحتها كده مطمنه وعندها اكلها وميتها. طبعا انا ما عملتش كده لان الاناتي كلهم باضوا في وقت واحد، وطبعا انا ما عنديش اماكن، فانا اضطريت ان انا اشتغل بالمتاح عندي. لكن ده غلط يعني، ده يا حبايبي غلط. زي ما قلت لكم كده،
القناتي كل نتايه تبقى في عشه لوحدها، والباب موارب، بتخرج بتقعد طول النهار مع الذكر، بتاكل بتشرب، ووقت البيض بتخش البيض في عشتها، واخر لما بتخلص تكت ريش وترقد ونقفل عليها، وعندها اكلها وميتها. فانا عملت ايه؟ انا خلاص انا جهزت الثلاث بوكسات للبط اللي عندي ده، وربنا يسهل والنتايه البيضه ديت ترقد على البوكسه الثالثه ديت. انا بعد كده مش هفتح عليهم خالص، انا قفلت الباب كده وهحط لهم اكلهم وميتهم جوه. طب هعمل ايه في النتايتين اللي بره اللي بيبيضوا؟ خلاص انا بارك الله في من رزق، انا مش عايزه بيض تاني بعد كده. وانا حاطط لهم برضو كاوتش عربيه عندي كده على السطح، حطيته بره بحيث اللي تبيض فيه ما تتوهليش البيض. والله بقى اخدته استخدمته في البيت مفيش مشاكل. عايزه احطه للبطايه اللي هي لسه البيضه دي اللي لسه هترقد على البيض الجديد ده، خلاص اوكي برضو مفيش مشاكل يعني. فربنا بقى يهدينا للفكر السليم، ان احنا نختار حاجه كويسه او ان احنا نعمل حاجه كويسه. فربنا ان شاء الله يهدينا ونختار الخير باذن الله. بس واسيبكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.